بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهارده إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة الثالثة من محاضرات البي جي بي، وفي المحاضرة دي هنتكلم فيها عن المتغيرات والثوابت اللي هي الفاريبلز أند الكونستانتس داخل لغة البي اتش بي. مرجع سريع اللي خدناه المرة اللي فاتت عرفنا ازاي ندخل كود بي اتش بي داخل اتش تي ام ال فايل او اتش تي ام ال تاج، وعرفنا كمان ازاي ان انت تدخل اتش تي ام ال تاج داخل بي اتش بي كود، تمام كده؟ وسميناه امبيدنج البي اتش بي اند الاتش تي ام ال تاجز داخل بعضهم. ده المرة اللي فاتت اللي احنا خدنا الكلام ده. تعالى دلوقتي ناخد فايل ونعمل نيو ونعمل بي اتش بي فايل جديد، تمام؟ نقول كرييت، هيطلبنا بالاسم بتاعه، نقول له variables and constants and constants. اوكي، واروح ضغط انت من تحت المفاتيح وبيطلع عند الملف ده. طبعا الملف دوت انا ممكن اجيب الحاجات بتاعت البوت ستراب ادخلها جواه، ده كود اللي هو بتاع البوت ستراب تمبليت اللي احنا كنا عاملينه في الليرنينج بوت ستراب. هناخده كنترول سي ونحطه هنا بدل الكلام ده كله، كنترول وفي، تمام. طبعا البنية اتغيرت شويه، فاحنا محتاجين ان احنا نحط هنا مثلا التايتل، ونقول التايتل هنا المتغيرات والثوابت، ثوابت variables عندي constants، تمام كده؟ تمام، وهنبتدي كود في الحته ديت، ودي كنترول اس تحت المفاتيح، تمام. وهنبتدي نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. الاول احنا كنا طبعا في البوت ستراب كنا بنعمل ديف عشان نجيب العربي يعني، والديف دوت كان بياخد كلاس تكست رايت داش رايت، اوكي. وبعد كده بنقفل الديف دوت، وبعد كده بنكتب اللي احنا عاوزين نكتبه جوه هنا. هنحط مثلا H1 وال H1 دوت هيبقى مكتوب فيه المتغيرات، متغيرات بهذا الشكل، تمام كده. لو انا جيت هنا وشفت الدنيا ماشيه ازاي، هبص تلاقي ده البوت ستراب عمل التنسيق دوت وكتبه باسم المتغيرات. لو انت عاوز تدوس مختلف ممكن تدوس مختلف، لو انت عاوز تحط له كلاس من ضمن الكلاسات اللي انت عرفتها قبل كده حط له كلاس وليكن اليرت، وبعد كده بي جي برايمر، وراكم بالشكل ده ماشي. لو انت عاوز حاجه اخف خليها ينفو، هتبقى بالشكل ده يعني مش وحش قوي بس شغال، لو اسمع تنسيق على السريع يعني. اوكي، واحط هنا مثلا العلامه دي، تمام كده. كده عملت ايه؟ علامات بسرعه، واستخدمت البوت ستراب في الموضوع. طيب هنحط باراجراف بي تك، وجوه البي تك دوت هنبتدي نخش نعمل الثوابت او المتغيرات، ماشي؟ ماشي. طبعا ده عشان كود بي اتش بي، فلازم نحط علامه الجيتر زين، وبعد كده علامه الاستفهام، وبعد كده بي اتش بي، وبعد كده هبتدي احط علامه الاستفهام دي جيتر زين، وبعد كده هبتدي اشتغل، تمام كده. علشان اعلن المتغير بحط علامه الساين دولار، دي اول حاجه عشان تبقى تعرفها. المتغير بيبدا باي حروف، وممكن يبدا باندر سكور زي ما انت ايه زي ما انت شايف، تمام كده. طيب انا هسمي المتغير بتاعي نيم او فيرست نيم على حسب انت عاوز تسميه، ولا كن نيم، وهدي له قيمه اقول لكم مصطفى الزويدي، مصطفى الزويدي، اوكي. وبعد كده احط ايه فصل من القطط، تمام. وبعد كده هبتدي ادي له ايج اللي هو العمر، ايج انا كنت مدة 30 سنه طبعا يعني، هو بحب اسقف نفسه شويه، تمام كده. يبقى كده عملت متغير، المتغير الاولاني شال قيمه نصيه باسم مصطفى الزويدي، المتغير الثاني شال قيمه رقميه باسم ايه 38 بهذا الشكل. طيب عاوزين نستفاد من المتغيرات ديت، بستخدم جمله الايكو، وفي الايكو انا ممكن اقول له اطبع لي الكلام دوت، تمام كده. اول حاجه الاسم، اضافتين الاسم يا سيد الفاضل، لازم اطول طبعا عشان ده اسم. وبعد كده هروح حاطط الدوت. الدوت دي بتعمل ايه؟ بتعمل عمليه كونكاتينيشن، يعني بتجمع مسلسلات بين بنوع وبين بعضهم. وهحط عمليه الساين دولار اللي هي دي، تمام كده ساين دولار، واقول له نيم او
تمام كده، وبعد كده concatenation مرة تانية تمام كده، واحد اتنين، وبعد كده اكتب العمر الآن يا حبيبي حبيبي تمام كده، وراح جاي هنا وحاطط هنا concatenation مرة تانية وعمل sign دولار age اوكي تمام كده. وبعد كده ممكن احط برضه كونكتيشن تاني واحط العلامتين واكتب يعني حبيبي كذا سنة. بهذا الشكل تمام. وتعالى نشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي بعد ما احط السنين تمام. كنترول اس واف 12 من لوحة المفاتيح تمام. هبص لاقي مكتوب دي المتغيرات، الاسم يا سيد الفاضل هو مصطفى الزبيدي، والعمر الان يا حبيبي 38 سنه. هو غير او حط المتغيرات بالقيم الحقيقيه بتاعتها، ده النيم وده الايدج. ده المقصود الاولاني والمعلومه الاولانيه اللي احنا المفروض نستفاد منها. يبقى المعلومه الاولانيه ان انا لما اجي اسمي متغير داخل بي اتش بي بحط له ساين دولار واسم المتغير والقيمه بتاعته، سواء كان متغير نصي او رقمي، ممكن يبدا باندر سكور تمام كده. لما اجي احطه مع متسلسلات تمام كده بحط عمليه الدوت عشان اعمل كونكاتينيشن ما بين الحاجات وبعضيها او النصوص وبعضيها، ولو في قيمه نصيه قيمه رقميه قصدي بتتحول لقيمه نصيه اثناء عمليه تلحيم النصوص مع ايه مع بعض. دي اول معلومه. المعلومه الثانيه اللي احنا عاوزين نعرفها دلوقتي هي الثوابت. هنيجي برضو ناخد نفس القصه اللي فوق دي نقعد شويه سي حط هنا كنترول بي اوكي تمام كده. بدل المتغيرات هتبقى ايه الثوابت. الثوابت اوكي. الثوابت احنا بنستخدمها علشان ندي قيم ما بتتغيرش تمام كده، وفي الغالب هو في البي اتش بي بيدي قيم معينه تمام كده ما بتتغيرش داخل الكود، زي مثلا زي الباسورد والداتا بيز نيم ومش عارف ايه والكلام ده كله، حاجات مش هتتغير تمام. طيب المهم عشان نخش في الموضوع، الثابت بتعمل ازاي؟ باجي مثلا لو عملت باراجراف مره ثانيه بالشكل ده بيرجراف عربي بيرجراف تمام كده، وفي البيرجراف ده هبتدي اكتب الكود بتاع البي اتش بي بتاعي، احط هنا ديت وعلامه سايد دولار وبي اتش بي، وانزل هنا مره ثانيه واحط هنا كود مره ثانيه واحط بي اتش بي اللي انا عاوزه. طيب الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ عشان اعمل ثابت بستخدم داله اسمها داله دي فايل. دي فايل داله دي فايل اهي داله الديفاين، وداله الديفاين بتاخد اثنين متغير. المتغير الاولاني هو اسم الثابت ولازم يكون كابيتال ليتر، يعني ادوس على كابس لوك وابتدي اكتب. انا دلوقتي عاوز اكتب الكانتري كانتري اللي هي الدوله تمام كده، فلازم تكون كلها كابيتال ليتر، وبعد كده فاصله وابتدي احط مين القيمه اللي انا عاوزها. الدوله بتاعت اللي هي تقريبا مين مصر، حتى لو انا بعيش في السعوديه تمام كده. يبقى ديفاين واسم الثابت والقيمه بتاعته تمام كده. دي الداله اللي انا بستخدمها في عمل الثوابت. عمل ايه الثوابت؟ طب عاوزين نستفاد بالثابت برضو، هنستخدم ايكو. في الايكو هقول له الجنسيه هي جين، وبعد كده ببتدي اعمل كونكتنيشن واحط كلمه كانتري بالكابتن طبعا اهي زي الفاريبل تمام كده، وراح فاصل بدي واعمل كنترول اس. لو الدنيا ماشيه صح هتلاقي برضه هو جاب لك النتيجه اهو على طول. طبعا عشان انا ظبطت الدريم ويفر بحيث ان هو يعرض حاجات البي اتش بي مباشره ويخش على السيرفر ويبتدي يتعامل مع البي اتش بي مباشره. تعالى كده نعمل اف 10 اف 12 ونفتح المفتاح هنبص تلاقي عندك هنا اهو. يبقى انا كده استخدمت متغيرات تمام زي النيم وزي الايدج، واستخدمت ثوابت زي مين؟ زي الكانتري بهذا الشكل. وبكده نكون خلصنا معلوماتنا النهارده. عرفنا ازاي نعمل متغيرات عن طريق ساين دولار واسم المتغير بعد كده القيمه بتاعته، وعرفنا ازاي نستخدم داله الديفاين في ان احنا نعلن عن ثابت ويكون الثابت ده بالكابيتال ليتر وندي له القيمه بتاعته ونطلع القيمه بتاعته على الصفحه. بكده نكون خلصنا الحلقه تالتة من حلقات البي اتش بي. اذا عجبك الفيديو اتمنى لكم انت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه اتمنى سبسكرايب داخل القناه. وكل من شاكرين كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي لون الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.